السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي مره اخرى. كنبغي نشكركم بزاف على التتبع ديالكم ليا. الا كنتي جديد ولا كنتي قديم، مرحبا بك الف مرحبا. ما تنساش الا كنتي جديد دير سبسكرايب في القناه ديالي باش يبقى يوصلك الجديد تاع كل نهار. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو شويه مختلف على الفيديوهات الاخرين. وفي الحقيقه انا كنت مقرره اني ما نبقاش نبان في الفيديوهات ديال القرايه، ولكن دعت الضروره اليوم انكم تشوفوا وجهي لسببين. السبب الاول هو انني بغيت نقول لكم اسمحوا لي بزاف على هاد اليومين اللي ما حطيتش لكم فيها دي فيديو على القرايه. وفي الحقيقه كان خرج لي ان غتخباج في القرايه ديالي، وكان ضروري انني نوقف ونريكوبيري باش ان شاء الله ندوز الماده مزيان، وكنتمنى انكم تفهموني. السبب الثاني هو انني تلاقيت جوج ديال الاخطاء في الفيديو ديال الفيزيك، واللي نتوما اللي قلتوهم ليا في لي كومونتير. ما تنساوش الا تلاقيتو شي خطا بحال هكذا قولوا ليا في لي كومونتير، راه كنقراهم باش هكذا نقول لكم في الاول تاع الفيديو باش كلشي يعرف. الخطا الاول في الفيديو ديال الفيزيك هو مني جيت درت معكم الدراسه ديال الشغل باحتكاك وبدون احتكاك، هو قلبتهم. نورمالمون ملي كيكون عندي احتكاك كتكون ار مائله وكتكون عندي ار ان و اف، ملي كيكون عندي بدون احتكاك كتكون ار منضميه وعموديه على السطح. علاش؟ لان بيتيت اف اللي كتكون ممسه المسار وعكس منحى الحركه اللي كتكون خاصه بالاحتكاكات كتكون منعدمه. والخطا الثاني هو ملي جيت درت معكم الدراسه ديال الطاقه الحركيه في الحاله ديال الدوران، كتبت لكم ان دمي جي دلتا تيتا او كاري، ونورمالمون في الطاقه الحركيه كنخدموا بالسرعه، اذا غادي تكون تيتا بوان غيكون تغير ديال السرعه. دلتا او سي غادي تكون ان دمي جي دلتا تيتا بوان او كاري فينال موان ان دمي جي دلتا تيتا بوان او كاري انيسيال. هاد الاخطاء في الحقيقه ما درتهمش عن قصد، يعني جاوا في حاله اللي تشتت ليا فيها الانتباه، كنتمنى انكم تفهموني. ودابا نخليكم مع لا فيديو. اول درس غادي نقراو في الاس في تي هو الاحماض النوويه، واللي ما كيتعتبرش درس وانما غير معلومات خصكم تعرفوهم بالنسبه لي كونكور. كنعرفوا ان الاحماض النوويه هي كتشكل ليا من سكر ريبوزي على هذا الشكل هذا، اولا سكر خماسي يعني سكر ريبوزي ناقص اكسجين، واللي كنرمزوا له كذلك بسكر خماسي. علاش؟ لانه كيتكون من خمسه ديال الاضلوع هنايا، سي بريم 1 سي بريم 2 سي بريم 3 سي بريم 4 اي واحد لو سي بريم 5. ثانيا كيتشكل ليا من حمض فوسفوري، وكذلك كيتشكل ليا من قاعده ازوطيه، اولا كيحتوي على قاعده ازوطيه، وكما كنعرفوا ان كاينين اربعه ديال القواعد الازوطيه، اولا عفوا خمسه ديال القواعد الازوطيه. كاين الا اولا الادينين، وكاين التينين، وكاين الجوانين، وكاين السيتوزين، وكاين الاوراسيل. كما كتعرفوا ان الاحماض النوويه هي كتعتبر من المكونات الرئيسيه للخبر الوراثي، واللي هما الدي ان والاي غين. كاينين جوج الدي ان والاي غين، والاي غين كاين ثلاثه الانواع فيه، وكذلك هي كتعتبر عنصر ضروري واساسي في التشكل ديال الصبغيات اللي هو الدي ان. الدي ان كيدخل في تشكل الصبغيات، والدي ان هو عباره عن حمض نووي، اذا هو عنصر ضروري في التشكل ديال الصبغيات. غادي نبداو بالدي ان، الحمض النووي اللي هو الدي ان. وكما كتعرفوا ان الدي ان هو عباره عن خويتين اولا لولبين الواحد فوق الاخر، كنرمزوا له بحال هكذا. اوكي كيتشكل كما قلنا من قواعد ازوطيه اللي هما ا الجوانين والادينين والتينين والجوانين والسيتوزين، اربعه اللي هما هادو. هنايا كيكونوا مختلفين، وكما كنعرفوا ان ا كترتبط مع تي، والسي كترتبط مع جي، و كيرتبطوا بقواعد هيدروجينيه. بالنسبه لا مع تي كيرتبطوا بجوج قواعد هيدروجينيه، اما بالنسبه للسي مع جي فهما كيرتبطوا بثلاثه ديال القواعد هيدروجينيه. اما الايغين فهو كيتكون ليا من غير خويط واحد، كما قريتو كيتكون من خيط واحد او لا خويط واحد. وكاينه احتماليه، هذه معلومه، كاينه احتماليه انه يظهروا ليا اطراف ثنائيه في الايغين. علاش؟ لان كاينه عندي واحد الحاله اللي كتسمى حاله ثني الطرف، حاله ثني الطرفين اللي كيكون فيها على هذا الشكل هذا، كيكون هذا هو الايغين، و
مثلا انا الا شديت غير هذا الجزء هذا كيكون الثاني تاع الطرف وكيبان ليا الايغين عباره على خويتين ماشي عباره على خويت واحد. هذه غير حاله خاصه، هذه حاله خاصه اللي كتسمى بحاله ثاني الطرف. وكذلك كنعرفوا ان الايغين كيتكون ليا من اربعه ديال القواعد، اربعه ديال القواعد ازوطيه اللي هي الادينين والجوانين والسيتوزين والاوراسيل. بلس تي بلس تينين كنتلاقاو الاوراسيل. غنعطيكم معلومات على هاد القواعد الازوطيه اللي هما الادينين والجوانين والسيتوزين والتينين والاوراسيل. بالنسبه للسيتوزين والاوراسيل والجوانين فهادو كيتسموا قواعد بيريميتيديا، بيريميتيد بيريميتيد الى بقيت عقله كيفاش كيتكتبوا. وكيبقاو عندي الجوانين والادينين فهما كيتسموا قواعد بوريكيا، بيريك. بالنسبه للسيتوزين والاوراسيل والجوانين هما كيترسموا على هذا الشكل هذا. المهم هادو ماشي ضروري تعرفوا كيفاش كيترسموا، غير كمعلومات عامه بحال هكذا كيترسموا. وبالنسبه للجوانين والادينين كيترسموا على هذا الشكل هذا. لا هكذا، وكيكون مرتبط بوحده اخرى هنايا. هادو عباره على جزيئات، يعني ان اشدو هنايا عندي هنايا ان الازوت ان ان. بالنسبه للجوانين والادينين هما كيتعتبروا اكثر امتصاصا للضوء، هذه معلومه خصكم تعرفوها، كيتعتبروا اكثر امتصاصا للضوء زائد الاكثر ثقلا من السيتوزين والاوراسيل والجوانين. هذه معلومات خصكم تعرفوها ضروريه. علاش كتعتبر اثقل ثقلا؟ هذا لكون انها كتكون من ازواج او روابط مزدوجه. هاد الروابط المزدوجه فين كتبان لكم؟ كتبان لكم هنا. شو هاد الروابط المزدوجه؟ هادي هادو هما اللي كيتخليوها انها تكون اكثر ثقلا من هادي. غندوزو نهضروا على الانواع ديال الايغين، وكما قريتو نوعين من الايغين، دابا غادي نزيدكم النوع الثالث. اول نوع قريتو هو الايغين ام، واللي كتعرفوا انه كيتكون انطلاقا من الدي ان وكيتكون في النواه، وهو كيكون حامل للمعلومات، هاد المعلومات اللي ضروريه للتشكل ديال البروتين اللي انا بغيتي تنتج ليا، وهو كيهاجر بها الى السيتوبلازم، كيتعتبر هو الوصل او الصله بين النواه والسيتوبلازم، كيخرج ليا دوك المعلومات اللي كتكون في النواه الى السيتوبلازم لانتاج البروتين. ثاني نوع غادي نهضروا عليه هو الايغين تي او الايغين رسول، وكما كتعرفوا انه هو الضروري او الرئيسي لنقل الاحماض الامينيه للريبوزومات خلال المرحله ديال الترجمه. الاحماض الامينيه خلال مرحله الترجمه، وهو وكما كتعرفوا ان البروتين هو سلسله من الاحماض الامينيه، كيكون على هذا الشكل هذا راكم عارفينه، وكيكون حامل ليا هذا هو البروتين او لا ماشي بروتين، حمض اميني. وكل حمض اميني كيكون عنده واحد الوحده رمزيه خاصه به، او الوحده الرمزيه الخاصه به هي عباره على ثلاثه ديال القواعد الازوطيه اللي كتكون مختلفه على حسب كل قاعده، او كل ثلاثه ديال القواعد الازوطيه كتعطيني واحد الحمض اميني رئيسي او لا خاص. ثالث نوع غادي نهضروا عليه هو الايغين ار. هاد الايغين ار هو يصنع في النويه، او النويه اللي كتكون في النواه، في النواه ديال واحد الخليه. كما كتعرفوا ان في الخليه كاينه عندي نواه وكاينه كذلك نويه، هاد النويه هي فين كيتصنع ليا هاد الايغين ار، وهو كيتصنع كسلسله، كيكون عباره على واحد السلسله. هاد السلسله كتكون متممه للدي ان، كتكملوا ليا للدي ان، كتكمل ليا الدي ان، من بعد كتكسر ليا هاد السلسله الى واحد القطع صغيره. هاد القطع صغيره كتربط ليا بروتينات باش كتكون ليا ما يسمى بالريموزومات اللي كتدخل ليا في المرحله ديال الترجمه. دونك
غير نكتبوا هذا الشيء. قلنا انه هو كيتصنع ليا كسلسله متممه للدي ان، كذلك يكسر الى قطع صغيره. هذه القطع الصغيره كترتبط ليا ترتبط بواحد البروتينات، بروتينات. هذه البروتينات راه كتكون خاصه مهم في الجسم تاع الانسان، كترتبط بروتينات باش كتعطيني الريبوزومات، وهاد الريبوزومات ضروريه في المرحله ديال الترجمه. دابا معلومات ضروريه خصكم تعرفوها، ان الاي ان ام او النوع ديال الاي ان ام هو كيشكل ليا من 3% الى 5% من الاي ان، يعني من الانواع تاع الاي ان. بالنسبه للاي ان تي كيشكل ليا 15% من الانواع ديال الاي ان، وبالنسبه للاي ان ار هذا اللي اول مره تشوفوه كيشكل ليا اعلى نسبه واللي هي 80% من انواع الاي ان، وهذا كيبين مدى الضروره ديال الاي ان ار في تشكل تاع الريبوزومات، ومدى الضروره كذلك تاع الريبوزومات في الانتاج تاع البروتينات داخل الجسم ديال الانسان. غادي ندوزو نهضروا على النوع الثاني من الاحماض النوويه اللي هو الدي ان، واللي كيتعتبر خويط نووي ذو قلاده من اللآلئ. وهذا الخويط النووي زائد القلاده من اللآلئ كتسمى بالنيكليوزوم، نيكليوزوم. كذلك هو كيتعتبر خويط نووي كما قريتو ملتف حول هيستونات، حول الهيستونات ياك. وكذلك يصل كمعلومة لأقصى درجة من التلولب كما شفتوا في المرحلة الاستوائية، وهاد الدرجة هذه تصل إلى 1400، هاد الدرجة تصل إلى 1400 نانو متر في المرحلة الاستوائية. دابا غادي نشوفوا الدي ان عند جوج ديال الكائنات. كاينين كائنات دواء نواة حقيقية، عندهم نواة حقيقية، تلفت لي الكتبة حقيقية، وكاينين كائنات دواء نواة غير حقيقية أو لا كتسمى نواة بدائية، يلا كتكون أو المهم كتسمى نواة غير حقيقية. عند الكائنات دواء النواة الحقيقية كيكون الدي ان أو الخبر الوراثي معزولا، يعني كيكون بوحده على باقي المكونات الاخرى، وكيكون داير بواحد الغشاء اللي هو كتسميه بالغشاء النووي. دونك كيكون هو معزول عن باقي المكونات بواحد الغشاء نووي، بغشاء نووي. وكذلك النيكليوزوم اللي قلنا انه هو عباره على الدي ان زائد الهيستونات، هاد النيكليوزوم في الدي ان عند دواء النواة الحقيقية كيكون عبارة على الدي ان زائد هيستونات. بالنسبة لعند دواء النواة الغير حقيقية الدي ان عندها كيكون عاري، كتسمى الدي ان عاري، وهي كتسمى بالبروكاريوت. نسيت ما قلت لكم سميتهم، بروكاريوت. كيتحطوا بعض المرات اسئلة بهكذا بروكاريوت، وهذه كتسمى اونكاريوت، اونكاريوت، اونكاريوت. قلنا الدي ان عند نواة الغير حقيقيه كيكون الدي ان عاري، يعني غير ما كاينينش الهيستونات، الهيستونات ما كيكونوش موجودين، يعني بدون هيستونات.